نجاح كبير للدبلوماسية المصرية في التعبير عن مصالح الدول الشقيقة والصديقة في ظل ثبات مواقفها البناءة تجاه مختلف القضايا. ومن هذا المنطلق تحرص مصر دوما على المشاركة في مختلف اللقاءات والاجتماعات الهادفة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف، ذلك أن دور مصر التاريخي تجاه أشقائها العرب أمر لا غنى عنه ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن هنا تأتي القمم المصرية الفلسطينية المتواصلة أو القمم الدولية التي تنظمها أو تشارك بها مصر دعما ومساندة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق، وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدارة الاهتمامات العربية منذ عام 1948، تحرص مصر على دعم القضية الفلسطينية من خلال دعم موقف عربي موحد مع تكثيف في مستوى التنسيق إزاء المستجدات والتحديات، وترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة وذلك منذ الحادي عشر من نوفمبر عام 2002 بهدف مساعده هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني وحرصت مصر على ابلاغ الفصائل الفلسطينيه منذ بدايه الحوار بانها لا تشكل بديلا عن السلطه الفلسطينيه وان عليها جميعا التفكير في المصالح العليا للشعب الفلسطيني عربيا واقليميا ودوليا سعت مصر وتسعى بكل ما اوتيت من قوه لبذل جهود سياسيه بشان استعاده حقوق الشعب الشعب الفلسطيني من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه والعربيه المحتله منذ عام 1967 ومواجهه التحديات الماثله امام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابله للتصرف وانجاز حق تقرير مصيره واقامه دولته المستقله ذات السياده الوطنيه الكامله على جميع اراضي دوله فلسطين التي احتلت في عام 67 وعاصمة القدس الشرقية. الدبلوماسية المصرية نجحت في التعبير عن مصالح الدول الأفريقية والعربية والقاعدة العريضة من الدول النامية أعضاء الأمم المتحدة، لا سيما في ضوء المبادرات التي أطلقتها خلال فترتي رئاستها للمجلس وإعادة التركيز على الحقوق الفلسطينية، بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي 2334 بشأن الاستيطان. دور مصر لا هذه دور سواء في النطاق العربي او حتى الاقليمي والدولي لدعم ومسانده القضيه الفلسطينيه امام كافه المحافل وخلال مختلف اللقاءات باعتبارها شقيقه العرب الكبرى صاحبه المساعي المقدره والمواقف التاريخيه بهدف التوصل الى حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه وبلوره التصورات الكفيله بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة